السلام عليكم، صبحكم الله بالخير جميعا. عندي لكم اليوم قصة بعنوان من ركل القطة. هذا أحد مدراء الشركات كان عنده فقر شديد في مهارات التعامل مع موظفيه ومع الناس عموما. صاح هذا المدير بسكرتيره، جاء مسرعا قال أنا كل ما اتصلت عليك ما ترد، قال آسف أعتذر كنت مشغول، قال كل مرة آسف آسف. بعد هذا التعنيف الشديد من المدير للسكرتير أعطاه ورق وقال سلمها إلى رئيس قسم الصيانة. راح السكرتير وهو ضجر من هذا التعامل. ذهب السكرتير إلى رئيس قسم الصيانة وألقى الأوراق بصورة غير مهذبة، قال خلصها بسرعة. قال طيب أعطني إياها بأسلوب مناسب. فقال السكرتير مناسب ولا غير مناسب، المهم خلص شغلنا وأنجز هذه الأوراق. فتشاجر وتضايق مدير الصيانة. جاءه عامل بسيط تحت يده، استأذن أن يأتي بابنه من المدرسة، قال كل يوم هذا طبعك وطالع وجايب ولدك. فقال بغضب مدير الصيانة لهذا الموظف ما في طلع. تضايق جدا هذا الموظف البسيط، رجع إلى بيته وهو ضجر كذلك. قال هذا الابن المسكين لأبيه اليوم جاوبت على سؤال وحصلت على جائزة المدرس. قال اذهب لأمك ودفعه بيده. دخل الابن إلى غرفته حزينا باكيا من تصرف أبيه معه. جاءت إليه القطة تتمسح به فركلها ركلة شديدة. السؤال من ركل القطة؟ مدير الشركة ولا السكرتير ولا مدير الصيانة ولا الأب ولا الطفل؟ من ركل القطة؟ الجواب الجميع، بمعنى الجميع كان مشاركا في ركل هذه القطة. تتوقعون ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة المرجوة في هذه القصة؟ شو الفائدة منها؟ كل منا عنده مشكلة تؤرقة تكدر عليه صفوة، فلماذا نجعل ضحايا مشاكلنا الشخصية ناس أبرياء ما لهم شغل؟ فأنت شرعا مطالب أن تضبط انفعالاتك نتيجة هذه المشاكل، فلا توسع دائرة ضحايا المشكلة التي وقعت عليك. وتدريب النفس على ضبط الغضب حتى لا يتكدر صفو منهم حولنا بسبب مشكلة شخصية لنا، هذا منهج شرعي. جاء في مسند أحمد من حديث ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم وإذا غضب أحدكم فليسكت. هذا الحديث دل على أن المشاكل التي نتعرض إليها من أسباب الغضب الذي يدفعنا إلى سوء الكلام أو الفعال مع غيرنا. خذها قاعدة، ترى كل الناس عندهم مشاكل، لو كل واحد بسبب مشاكل وضغوطاته يصير سيء الخلق، من حسن الخلق إذا؟ هل عرفتم الآن من ركل القطة؟ هي مشكلة تراكمية يتحملها جميع أطراف القصة.